هلا اميغوس، اهلا فيكم كلياتكم قناة ميرا. مين اشتقلي؟ انت اصلا مين؟ اذا انت اول مرة بتحضرني بليز اشترك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، فعل هون الجرس عشان دايما يوصلك النوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. هالفيديو كمان هو فيديو من فيديوهات سلسلة العودة للمدارس. اذا انت ما بتعرف هاي السلسلة رح اخلي لك هون بلاي ليست كامل فيك تحضر كل الفيديوز اللي احنا صورناهم في هاي السلسلة. وقبل ما نبلش بالفيديو كالعادة وصلوا هذا الفيديو ل 1500 لايكس، واليوم هذا الفيديو رح يكون فيديو عن نصائح كيف تكون مذاكرتنا فعالة وكيف فينا نكون في الدراسة مبدعين متفوقين بنمارس هذا الشيء بحب. يلا يا حبيبي يلا يلا نبلش. ادرس في مكان مليان باشياء بتذكركم بهدفكم وتحفزكم انكم تشتغلوا اكثر. مثلا في غرفتكم علقوا المعدل او العلامه اللي بدكم انكم تتحصلوا عليها. حطوا صورة كفر في الموبايل تذكركم دايما بهدفكم. كمان فينا نعلق صور على الحائط تبعنا إلها علاقة بالشيء اللي احنا بدنا نسويه، وهذا الشيء يوم ورا يوم يوم ورا يوم حبيبي ما كان ينوم. وعلى فكرة هذا الشيء بيعلي كتير من تركيزنا لأنه عم نشوف هذا الشيء كل يوم، فعقلنا الباطني يتبرمج أنه لازم نوصل لهذا الشيء لازم نوصل. هلا نفوت للمذاكرة في حد ذاتها. أول شيء نحدد المهام اللي علينا، شو هي المواد اللي احنا راح نذاكرها في هذا اليوم. بعدين نحدد عدد الساعات للمذاكرة لكل مادة عنا ونحط هيك كرونومتر، هيك الشيء اللي بيقيس الوقت، ما بعرف شو بيسموه بالعربي. وبهي الطريقة نكون منظمين أكتر. ولما بتكونوا بتدرسوا شغلوا أكتر من حاسة. فروجز حواسنا إلها قدرة عجيبة تخلينا نتذكر كل شيء. الحواس كتير مربوطة بالذكريات. انتو يمكن صارت معكم هذا الشيء انه لما تشموا هيك ريحة او تسمعوا مثلا كلمة معينة بتذكركم بحدا او تذكركم بحدث معين. نفس الشيء احنا رح نستعمل هذا الشيء بطريقة ذكية عشان نحصل على علامات ممتازة ونراجع الدرس بافضل طريقة ممكنة. مثلا شغلوا حاسة البصر باستعمال الالوان، خاصة اللون الاصفر لانه اللون الاصفر اكثر شيء يجذب العين. وكمان بنستعمل حاسة الشم لما بنجي نذاكر، نستعمل عطر مميز، ونفس هذا العطر كمان بنستعمله يوم الامتحان عشان يساعدنا انه احنا نتذكر المعلومات المهمة. وكمان استمع من خلال انكم تقروا بصوت عالي عشان تبعدوا هذاك النوم اللي بيجي وقت المذاكرة ونركز اكثر بالمادة. وكمان ادرسوا بطريقة تمثيلية. كيف؟ مثلوا دور الاستاذ وتخيلوا انكم انتوا عم تشرحوا لطالب مادة او درس معين من هديك المادة. وهلا بنجي للحفظ. من الطرق الفعالة جدا في الحفظ انه نكتب مصطلح او تعريف معين وامامه كل انواع الاسئلة اللي ممكن تقدر تطرح في هذا الشيء او عن هداك المصطلح. خاصة جماعة البكالوريا في عندكم كتير اسئلة بتتكرر لانه في البكالوريا دايما الاساتذة بيحاولوا هيك يستعملوا طريقة خبيثة نوعا ما. مثلا بيقول لك عرف لي هذا الشيء، فيستعمل صيغة سؤال تانية، بس هو ما بيجي بيقول لك مثلا عرف لي هداك الشيء، لا بيطرح هيك سؤال بس بصيغة تانية عشان يغلطكم، بس هو كان كل المطلوب منكم انكم انتم تعرفوا هداك المصطلح. فانتبهوا كتير لصياغة الاسئلة لانه تكون نفس الاجابة لكن صياغة الاسئلة تختلف، فخليكم خبيثين شوي. الموبايل، حاببنا الموبايل لا يكون ابدا جنبكم وقت المذاكرة واطفوه كليا. سكروا عليه بالخزانة مثلا لانه لو كان جنبكم راح تظلوا دائما تحكحكوا في يدكم عشان تروحوا تمسكوا الموبايل وتقعدوا على السوشيال ميديا. يا عيني يا ليلي، ونخسر وقت كتير ونضيع ساعات ولا شيء. حاولوا دائما خلافا انكم تاكلوا اكل صحي انكم كمان تاكلوا المكسرات، هيك تنشط وتنمي ذكائكم لانها بتكون غنية بالاوميجا 3 والبروتين. اشربوا كتير مي لانه بينشط الدورة الدموية ويساعد انه الدم يوصل لدماغنا، وهيك بنتقبل المعلومة او نفهم المعلومة بوقت اسرع. غير عن هيك بعدوا عن الاكل الكتير لانه بيحسسنا هيك بالاختناق والخمول، ما بدنا نكون نسوي ولا شيء بس انه بنروح ننام او نتسطح على التخت. الاصدقاء او الزملاء اللي بيكونوا كتير سلبيين وبيعطوكم طاقه كتير سلبيه امحوهم كليا من حياتكم. شو خسرنا عليهم غير بلوك؟ لانهم بكل بساطه كل مره بيشوفوكم فيها بيقولوا نفس الكلام ونفس الكذبات المشهوره المتداوله. بتعرف الماده كتير صعبه، ما درست ولا شيء، الامتحان صعب، رح أرس بهاي السنة، وكل هاي الكذبات المتداولة بلوك لأن نيتهم خبيثة وببساطة بدهم يفشلوكم بأي طريقة. وانتو تستحقوا ناس أفضل من هيك وناس أرقى من هيك بكتير. بس الفاشل اللي يحث غيره على الفشل لأنه الناجح هو اللي يقود غيره للنجاح. غير عن انه هاي الكذبات بصراحة صارت مكشوفة وموضة قديمة جدا.
بس هيك بعطيكم حيلة بسيطة إذا هذول الناس موجودين غصب عنكم أو ما بتقدروا تمحوهم في حياتكم، بالرغم أنكم تقدروا. هذول الناس حولوا كل كلامهم السلبي للعكس. بعطيكم مثال، مثلا أنا ما درست ولا شيء، أنا درست كل شيء حرفا حرفا، معلومة معلومة، سطرا سطرا، كتابا كتابا، زي هيك. المادة صعبة، المادة كتير سهلة وأنا رح أخذ فيها فول مارك. وهيك لما تعكسوا كلامهم رح تصيروا تحفزوا حالكم انكم تدرسوا اكثر واكثر، لانه هيك بينمي فيكم روح المنافسة. اذا ما فهمتوا سؤال او معلومة وحاولتوا كتير معها وحسيتوا انكم ضيعتوا كتير وقت وما عم تزبط معكم وما عم تلاقوا الحل او الاجابة لهذا الشيء، سووا عليه علامة او علقوه بالحيط وارجعوا له مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى تعرفوا الاجابة. وبالاخر صدقوني رح تلاقوا الحل، لانه المخ تبرمج في اللاوعي انه بيفكر في هديك الاجابة. وما رح تتخيلوا ابدا كمية السعادة اللي رح تحسوها والثقة بالنفس اللي رح تكسبوها لانكم عرفتوا هاي الاجابة بدون اي مساعدات خارجية ولحالكم. بس في صوت ما زبطت معكم، عادي جدا استعينوا باستاذ او صديق او حتى الانترنت، وخليكم طلاب علم متواضعين مشان انكم تعرفوا المعلومة وتوسعوا معرفتكم. اذا كان في هيك كلمات صعبة انك تحفظها، خاصة اللي بيدرسوا في كلية الطب او التخصصات العلمية، لانه احيانا بنلاقي كلمات طويلة جدا غير مفهومة، اصلا ما بنعرف كيف نكتبها. بكل بساطة الحل هو انه احنا نحاول نبسط هاي المعادلات او الكلمات باستعمال الرموز. مثلا نورا درينالين، انا رايحة لنورا اللي بتسكن بجنب بيت درين، رفيقة لجارتنا الين. بكل بساطة نورا درين الين، نورا درينالين. وهيك فروكس بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهي هي كل النصائح. انشروا هذا الفيديو مع رفقاتكم عشان تعمل فايدة، لايكتو سبسكرايبتو والجرس فعيلتو. غير هيك فروكس اكتبونا تحت في التعليقات شو اكتر طريقة تعتمدها للمذاكرة. ديروا بالك مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو الجاي. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامة، باي.